مرحبا بكم. بالألماني في كتير كلمات فيها أحرف مثل حرف الام والان، مثل في العربي. معناتها ما لازم يكون عندكم صعوبة في هالكلمات الألمانية. ما نا ام ان وحتى بلفظ هالكلمات ما لازم يكون صعوبة. من مون نام نون. معناتها كل شيء صار معروف باللفظ الام والان. لما هالاحرف يكونون مكتوبين يقدرون يطالون الجملة. مثلا كان كان بان بن كام كم. عرفتن شلون؟ باي، إلى المرة القادمة.